أعرب سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح عن شكره للرئيس السيسي على كافة الجهود التي تبذلها لدعم القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لاستعراض آخر التطورات والمستجدات التي وصفها بالخطيرة والصعبة والتي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي المحتلة، حيث أشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض حاليا لحرب إبادة جماعية ممنهجة. الشكر موصول إلى مصر الشقيقة الكبرى وإلى القيادة المصرية وإلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما تقدمونه وما تقدمه مصر من دعم وإسناد تاريخي مستمر للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. ونحن نلتقي اليوم معكم في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، يتعرض شعبنا الفلسطيني إلى حرب إبادة جماعية ممنهجة تستهدف وجوده بشكل أساسي ومبدئي.